العنصر الثاني هو المجتمع القاري. أنا عشان أعمل صحافة أصلاً لازم أدرس القاري بتاعي، يعني لازم أعرف إيه هو واهتماماته إيه وفضوله أعمل سياسة التحرير. يعني إزاي الإدارة أو رئيس التحرير أو مدير التحرير هيضعوا سياسة تحريرية من غير ما يعرف القاري بتاعهم هو مين؟ بمختلف انتماءاته وثقافاته واحتياجاته. الكويت الفترة دي في السبعينات والثمانينات كان في المجتمع الكويتي طبعا هو الأساسي في الوطن الكويتي، كان في تيارات كتيرة جدا، تيارات دينية، تيارات سياسية، تيارات ليبرالية، تيارات قومية، كان في تجربة وطنية، الكلام اللي قلته كله، كان في جاليات كتير، كان في جالية مصرية، كان في جالية فلسطينية، عبد الغزو طبعا، عبد الغزو حصلت، كان في جالية لبنانية، كان في يمنيين، كان في جالية سورية، كان في مجتمع عربي متكامل. أنا طبعا ما يهمنيش القارئ التاني، القارئ التاني الآسيوي أو الأجنبي والحاجات دي، أنا يهمني المجتمع بتاعي اللي أنا زي ما أصنع. إنتاجي هو التحرير والصحافة. ولذلك أنا ساعات أحب أقول على التحرير إن هو المنتج. هو المنتج بتاع النبات. طب أنا هوريه إن لازم أعرف القارئ ده شكله إيه. ومن هنا يمكن يعني لما نتكلم بعد كده في التنوع والحاجات دي، كان يجب ان الجريده تكون متنوعه بحيث تغطي كل اهتمامات كل هذه المجتمع الكويتي بالاساس، لان هو ده هدفها الاساسي، الجريده الكويتيه بالدرجه الاولى وهويتها الكويتيه ونفسيتها الكويتيه، وتغطي ايضا بقيه المجتمع القاري اللي كان عدده مش قليل على شكل الجاليات الحاجات دي. يعني بعد كده هبقى اذكر امثله بس، منها مثلا دايما اتعملت انباء مصر اللي هو زالت مستمره اعتقد لحد دلوقتي، كان في انباء سوريا وانباء مصر وانباء السودان وانباء لبنان، كل الحاجات اللي كان عندنا فيها مكاتب تسمح لنا بان احنا نعمل هذه الصفحه كنا بنعملها، وكان لها قارئها. قارئها يعني قارئ محدود، هو يعني مصر اللي هي انباء مصر المصريين اللي هي الانباء اللبناني، انما كانت بتشكل كل متكامل اولا من ناحيه بيغطي الدول العربيه كل كصحافه عربيه، ومن ناحيه ثانيه انا بستفيد منه كقارئ ان انا بشد الناس للانباء قراء من جنسيات مختلفه عربيه. يعني طبعا ممكن نقول تفاصيل كتيرة، وكان في طاير النيل وفي كذا وفي كذا وفي سلف وفي يعني التفاصيل كلها، بس انا بتكلم ان كان لازم ندرس المجتمع القارئ دراسه وافيه ونبني على اساسه السياسه التحريريه. ننتقل للعنصر الثالث اللي هو انا بسميته العمل الجماعي والعمل المؤسسي. انا بحط يعني الفاظ هي يعني مجرد نوع من التبويب عشان اجمع تحتيها حاجات، زي ما قلت قبل كده الانباء نتاج عمل جماعي، واي جريده عشان تكون ناجحه يجب ان يكون عملها جماعي، يعني من اصحابها لاصغر عامل في المطبعه فيها، كل دول بيشاركوا كل واحد في مجاله. هو في انا عايز افرق بين حاجتين، في حاجه اسمها الصحافه الشامله، لكن مفيش حاجه اسمها الصحف الشامل. يعني الصحافه اليوميه يجب ان تكون شامله، سياسه واقتصاد وفن ودين ورياضه وكل كل كل لازم تكون شامله، لانها بتقدم الصحافه اليوميه مش المتخصصه ومش الاسبوعيه، لانها بتقدم وجبه صحفيه كامله انما مفيش صحفي شامل، وكل زي اطباء وزي الحكايات، كل ما العلم بيتقدم بيبقى فيه تخصصات اكتر. يعني في واحد يجيد كتابه الخبر، في واحد يجيد الحصول على الخبر، في واحد يجيد كتابه المقال، في واحد يجيد على الحوار، كل واحد يعني انا مش بنتقي شيء، بس هو مدير التحرير الشاطر او رئيس التحرير المهني جدا هو اللي يعرف يوظف الجانب الايجابي في كل محرك، في كل صفحه، بما فيه النشر كمال الله. فكون يعني زي ماتش كوره، المدير الفني هو اللي يعرف يلعب اللعيب ده دفاعي، يلعب اللعيب ده حارس مرمى. يعني بعد كده التخصصات كترت، يعني كان في اقتصاد، يعني بدأت حتى جوه الاقتصاد، في المسؤول عن البورصه، في المسؤول عن البنوك، في المسؤول، يعني التخصصات الدايره وسعت قوي، وكل ما بنتقدم التخصص بيزيد في العمل الصحفي. انما الصحافه الشامله يجب ان نتيجه هذا يجب ان تكون الانباء جريده شامله. عشان تكون شامله لازم تعمل تنوع. يعني التنوع ده هتكلم عليه بتفصيل اكتر بعد كده، بس لازم كانت يعني تقدم للقارئ وجبه دسمه فيها كل اهتماماته. وفي
نفس الوقت تغطي كل الاحداث المهمه اللي بتحدث محليا وعربيا. ده عشان يتحقق يجب ان تكون الانباء مؤسسه. وفي الحقيقه انا تعلمت العمل المؤسسي في الانباء. اداره للتحرير، اداره للمنتج، اداره للمطبعه، اداره الاعلانات، جوه التحرير في قسم المحليات، في قسم الاقتصاد، في كل ده كده الصلاحيات والمسؤوليات تتوزع وكل واحد يشتغل. انا اولا مش من انصار الاجتماع المستحيل اليومي، كتير من الصحف عندنا هنا في مصر بيصروا على اجتماع المستحيل اليومي. انا بشوف انه ملوش ضروره وفي مواضيع للوقت وربط الواحد بدون داعي. لذلك يعني انا مش من انصار هذه الفكره، ولو ان طبعا لها مشجعيها ومؤيديها. كل قسم له اجتماع اسبوعي بيحدد خطته، بيحدد مشروعه، بيحدد كذا. في اجتماع عام شهري او نص شهري، مش اقل يعني للجريده ككل، وانا افضل شهري برضه. وفي تنسيق بقى، يعني في اجتماع اسبوعي من رئيس التحرير مع مدير التحرير مع رؤساء الاقسام، بيعرضوا فيه كل الامور والمستجدات وايه الجديد وايه اللي هيعملوه وايه اللي الكلام ده كله. فالعمل المؤسسي مهم جدا. وانا بعتبر كنت ان انا كنت بشتغل بايدي على فكره، كنت احب اشتغل بايدي يعني بلاقي مواضيع معينه واعمل لها لاسكها وحاجات زي كده. بس في نفس الوقت كنت بعتبر ان المدير التحرير الناجح هو اللي مكتبه فاضي. الجريده كلها بتمشي لوحديها في سيستم معين بيمشي لوحده. كل واحد قسمه عارف اختصاصاته وعارف صلاحياته وعارف ده كله، وبيروح يصب في الدخلات وكله مواعيد زمني وجدول زمني، والعمليه بتمشي بطريقه سلسه مؤسسيه. الطريقه دي اللي هتحول العمل الجماعي الى عمل مؤسسي هادف بيختصر الطريق لتحقيق الهدف. الهدف اكبر. واذكر ان انا بتوجيه من الاستاذه بيكا رئيس التحرير كتبنا افتتاحيه في بدايه التطوير للانباء، كتبنا فيها ان القارئ هو هدف الجريده الاول، وان كل ما نعمل له هو البطاقة القارئ، وكل ما نهدف اليه هو خدمة القارئ، وان القارئ على راسنا من فوق هو اهم شيء عندنا بنحاول ارضاه والاستحواذ عليه ان يبقى قارئ للانباء اساسا اكثر من اي حاجة تانية. اذا حطينا الهدف ده في المعنى وحاولنا نوصله كنا نعتبر ان حققنا السياسة التحريرية السليمة. وده طبعا كلمات في ايه؟ بيبان في نتيجة القانون، يبان في ارقام التوزيع. انا عندي رقم توزيع يجي لي كل يوم، بعرف نطلع كام واوزع كام، بعرف انا بتقدم ولا بتاخر، بعرف انا نظم خطواتي، اعرف ايه اللي خلاني بيت، ايه اللي خلاني نص، بدرس كل حاجه دراسه علميه. كان في الكويت هيئات كثيره بعضها عربيه وبعضها كويتيه بتعمل دراسه سوق منتظمه لعدد القراء وحجم القراءه وايه الاهتمامات والحاجات دي كلها بالنسبه للقارئ، وعملت لنا بعض الدراسات على وجه الخصوص. دراسات كانت ملفات قبل كده، القارئ بيحب ايه؟ رياضه اكتر ولا فن ولا ثقافه ولا ايه؟ فكل ده كله العمل الجماعي والعمل المؤسسي هو العنصر الثالث لنجاح اي صحيفه، وهو كان التجربه الاساسيه اللي لمت الانباء في اطار واحد متكامل. في علاقه وثيقه ما بين الطقم الاساسي اللي هو التحريري في المركز الرئيسي، في علاقه مباشره مع الاقسام مع المكاتب والحاجات دي كلها. دور المركز الرئيسي ان هو يخدم على الناس اللي موجودين في المحررين والشغل اللي جايبهم من المكاتب. وعايز اقول لكم حاجه، يعني المحرر بيعمل موضوع ولما احنا نبذله هو كسبان وكسب اسمه وانفرد وخدنا له عناوين وعملنا كله. انما رئيس التحرير ومدير التحرير بيكسب مرتين. اولا بيكسب نتيجه عمله هو. نمره اثنين بيكسب نتيجه عمل كل المحررين دول. لان ابراد العمل الصحفي بيخلي الجريده تتقدم، فمجهود المحرر يضاف الى رصيد رئيس التحرير ومدير التحرير. وده انا بقوله يعني عن تجربه، وان كان من الامانه الشديده ان احنا اي موضوع يجي نخدم عليه ونبرزه ونقدمه بالصوره الكافيه اللي تحقق الهدف منه، وتفيد الجريده وتفيد المحرر. النقطة الثالثة اللي هتكلم فيها اللي هي